جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا وجدت بعض اوراق من القران الكريم مقطعه ومتناثره، هل يجوز لي حرقها ام كيف اتصرف فيها؟ جزاكم الله خيرا. يجب اذا وجدت شيئا من القران الكريم متناثرا يجب عليك اخذه ونقله من هذا المكان الذي يمتهن فيه، اما ان ترفعه في مكان طاهر أن تجعله في مسجد، وإما أن تحرقه، وإما أن تدفنه في أرض طاهرة. المهم أن تبعده عن الامتهان، إما بجعله في مكان طاهر، وإما بإحراقه، وإما بدفنه في أرض طاهرة. نعم.